بنية التحتية راح توفر، كيبقى التحدي كيفاش غادي جميع حنا المواطنين الصحافة أنه نجحوا الاشتغال بطريقة أنه المواطن يستفيد من هذه المؤسسة، وفي نفس الوقت كيفاش جميع نحافظوا على هذه المؤسسة هذه باش تبقى كما هي الآن وتزيد قدام إن شاء الله. إذن تم تدشين ديال المشفى الجامعي من طرف صاحب الجامعة الانطلاق للاشتغال فيه. هذا المشفى الذي يتكون من ثلاثة البنايات، كل بناية فيهم فيها أربعة طوابق زائد طبق السفلي. طبق السفلي اللي ما هو كل ما هو لوجستيكي، كل ما هو تقني لوجستيكي. ثم الطبق الأول كما غادي نشوفوا اللي مخصص لكل ما يتعلق بالفحوصات اليومية، اللي كيجي المريض كيقضي المسائل لاش جاء وكيغادر المشفى. إذن هذا كيدخل في إطار عقلانة المرور داخل المشفى. دونك كاين فيه مركز ديال التشخيص، كاين فيه مركز ديال الأشعة، ودائما في الطبق السفلي كاين مركز ديال المستعجل. في الطبق الأول كاين المصالح اللي كما كنقولوا نسبيا استعجالية، وكاين واحد الترابط بينها كثيف جدا فيما يتعلق بالمركب الجراحي، فيما يتعلق بالإنعاش لأنهم مرتبطين بزاف، فيما يتعلق بقاعة الولادة خاصة تكون دائما تاني قريبة من الإنعاش، فيما يتعلق بمستعجلات القلب والشرايين، ما يتعلق بالقسطرة، فيما يتعلق بإنعاش الأطفال وإنعاش أيضا حديثي الولادة الخدش. غادي نخلي من بعد الأستاذ أبو المعطي يتحدث على هذا الشق هذا. إنما راه كنتوفوا في المشفى الجامعي على واحد عدد ديال سريرات الإنعاش اللي كبيرة الحمد لله، ما يفوق 80 سرير فيما يخص الإنعاش زائد العناية المركزة، زائد كاين 13 سرير ديال الإنعاش حديثي الولادة منهم 8 بالتنفس الاصطناعي، زائد مركب جراحي كبير كيتوفر على 31 قاعة جراحية بجميع الاختصاصات. ولله الحمد أنه كاينة كلية ديال الطب اللي سبقات المشفى الجامعي، هذا الشيء يمكن أنه يستقطب أساتذة ديال كلية الطب بجميع اختصاصاتها، لأنه التدريس في كلية الطب كيكون واحد البروغرام، هذا البروغرام يخصو يكون التغطية ديالو شاملة منذ السنة الأولى إلى السنة الخامسة فيما يخص ما هو نظري، وبالتالي كل ما يدرس في كلية الطب ممثل بأستاذ على الأقل، وبالتالي في ميدان التطبيب أو العلاج تنتوفر إذن على الأقل على أستاذ في كل اختصاص. المشفى الجامعي كما تعرفوا الاختصاصات ديالو طبقا للقانون ماشي غير الاستشفاء، كاين تقديم العلاجات، كاين أيضا البحث العلمي والتكوين المستمر، كاين أيضا الصحة العمومية، لا سونتي بوبليك، الصحة العمومية، بمعنى أنه المشفى الجامعي هو ماشي معزول بوحدو، إنما كيستجب وكيعمل على تطبيق السياسات العمومية في ميدان الصحة العمومية اللي كتصدرها وزارة الصحة، رغم أنه الدور ديالو كيبقى في آخر الهرم ديال العلاجات، بمعنى كيقدم علاجات المستوى الثالث بعد ما كيكون الحالات مستعصية على المستوى الأول والمستوى الثاني. المستوى الثاني كنقصدو به المشفى الجهوي، عاد كيدوز الحالات اللي كيخصها واحد الخبرة معينة للمستوى الثالث، ولكن رغم ذلك فمن الواجب ديالو أنه يساهم مع وزارة الصحة في ما يخص الصحة العمومية، فيما يخص
كونفونسيون الوقايه فيما يخص الوقايه والسياسات العموميه بشكل عام. بالنسبه للمشفى تخصصات الاستاذ ابولي مدير المشفى هضر على الامور اغلبيه الامور المهمه في المستشفى بعد تفاصيل العديده اللي مهمه جدا يمكن لكم تعرفوها. المشفى كيتوفر على تقريبا 586 سرير، جميع اقسام المصالح الطبيه والجراحيه متوفره بجميع الاختصاصات ديالها، من طب الجهاز الهضمي، طب القلب، الروماتيزم، الامراض الجلديه، جميع التخصصات اللي يمكن لكم تصوروها كاينه. كذلك بالنسبه للجراحه جميع اقسام الجراحه متوفره، مركب جراحي، قطب الانعاش. ذكر ان قطب الانعاش كان كيتلو واحد المشكل كبير في الجهه هي المستعجلات، الان الحمد لله كنتوفروا على 82 سرير للانعاش اضافه الى ما يقارب 22 سرير للانعاش وعلاج الصدمات، يعني يكونوا مقسمين على جميع اقسام المستعجلات التي توفر عليها المستشفى. بما ذلك المستشفى ديال الام والطفل، هذه مساله مهمه جدا التي تمكننا من تقديم العلاجات المستعجله الاوليه بجميع المناحي ديالها في اطار مسار العلاج اللي وزاره الصحه كتخدمو مع جميع المتدخلين في الجهه. المستشفى الاختصاصات كتوفر كذلك على بعض الاقسام اللي اول مره في الجهه كتقدم علاجات جديده، مثلا بحال وحده علاج امراض السمنه، وحده علاج الوحده المتخصصه ديال زراعه النخاع العظمي، وحده علاج اضطرابات النوم تروب دو سومي، القسم لعلاج وانعاش الحروق خاص بإنعاش وعلاج الحروق، هذا كيتوفر جميع الجهة مهمة جدا هذه، وإضافة إلى اختصاصات جديدة في قسم التصوير، كاين بعض لي زيكزام راديولوجيك اللي ما داروا في الجهة هذه واليوم هذا كاين على هنا، ما ندخلوش في التفاصيل كثيرة، إضافة إلى العناية المركزة للقلب والقسطرة، كيتوفر المشفى اختصاصات على قاعتين ديال القسطرة وقاعة لعلاج اضطرابات ضربات القلب، إضافة على عشرات الأسرة ديال العناية المركزة خاصة بهذا الأمراض القلب اللي في حالة حرجة بدون ما نحسبوا الأسرة ديال العلاج. أش يمكننا نعيدو نضيفو، كاين مختبرات طبية بجميع الاختصاصات ديالها، البيولوجي، الكيمياء الحيوية، علم الطفيليات، الوراثة الخلوية والجينية، يعني مختبر متكامل فيه جميع اختصاصات من الناحية الطبية. لافارماسي سنترال المستشفى الجامعي كتوفر على صيدلية مركزية بطريقة أوتوماتيكية بالروبوت، واللي كتمكن من تدبير استقبال الأدوية من لا ليفريزون يعني من الاستقبال الأولي حتى سرير المريض، واحد الطريقة تقنية حديثة أوتوماتيكية اللي مدمجة مع النظام المعلوماتي ديال المستشفى. الميزة ديال المستشفى الأم والطفل أنه هو غادي يقدم خدمات من الدرجة الثالثة، هذا المركز المستعجلات يمكن نقدموا الخدمات أي طفل جاء في حالة مستعجلة، يمكنناش عندنا واحد الاستقلال لا تكفل نقولوا راسك تمشي هنا ولا هنا، يعني كلنا مجهز بأحدث تجهيزات. كيبقى كاين مركز الاستشارات الطبية اللي هي مفتوحة يوميا، يعني لي كونسلطاسيون ميديكال كلهم لي كونسلطاسيون الاستشارات الطبية في طب الأطفال مفتوحة، لأن عندنا واحد التحدي، حنا خصنا نكونوا في واحد الحرب مع المواعيد، ما بغيناش المواعيد يكونوا، هذه تحدي ثاني من بين الرؤية ديال السيد المدير المستشفى. يعني لذلك في قسم طب الأطفال
يوميا اللهم كاين بعض الحالات اللي خاصها البروغراما باش نوجدوا المريض خصو يدير واحد التحليله باش يدير هذاك الراديو ولا هذاك الفحص. وعندنا ما يكفي من الاطر اساتذه اللي هما مكونين اللي من بينهم هنا، وكاين ممرضين مخصصا بهذا التخصص هذا، وكاين اداريين اللي كيسيرونا ويعاونونا بالاداره ديال من بعد كاين قسم توليد لا ماترنيتي، يمكن ناخذوا جميع الحالات واخا تكون صعبه ديال نيفو 3 القسم الثالث نتكفلوا بها، ما غاديش نوليو ونقولوا خصنا نصيفطوا هنا ولا هنا. اكيد المريض كيجي عندنا اول مره كناخذوا المعلومات الاداريه ديالو كامل، كناخذوا لاكارت ناسيونال ديالو، كناخذوا لاكارت ميتيال اللي كانت عنده، كنسكانيوهم كنيميريزيوهم عندنا في لو سيستيم انفورماسيون ديالنا، كنعطيو له واحد كنصوروه، كنعطيو له واحد لاكارت اللي هي البطاقه التعريفيه ديال المرض اللي هضر عليها الاستاذ السباعي. هذيك لاكارت كنعطيوها للمريض ديما فاش كيجي عندنا لوبيتال، لا داعي انه ديما يجيب لاكارت ناسيونال، ديما يجيب الوثائق ديالو. لي رونديفو ميم لي رونديفو كيكونوا عندنا سيغ سيستيم، اون فوا كيجي عندنا المريض ديالنا يسيفي دو سكاني هذاك لو كود اباغ اللي كيكون في ديك البطاقه الرقميه، وكيخرجوا لنا المواعيد ديال المريض ديالنا. هذه من جهه. من جهه ثانيه في الاستشفاء، في الاستشفاء عندنا مريض اللي غادي اوسبيتاليزا عندنا، فاش كندخلوه عندنا كنعطيو له ان براسلي، ان براسلي اللي كيكون حتى هو فيه جميع المعلومات نتاع المريض. هاد لو براسلي كيبقى محتفظ به المريض ديالنا في يديه حتى لا سورتي ديالو. الناس اللي ما عندهم حتى شي كوفرتور ميديكال كيكونوا دي بايون، الوغ حاولنا لو ماكسيموم بوسيبل نقربو لهم باش ما يتعذبوش. جبنا دي غيشي اوتوماتيك هنايا حطيناهم في لوبيدا، زدنا درنا لي بي بي او عندنا، بلوس كنخدمو على لابليكاسيون بحال امان ديس، بحال كنخلصو في امان ديس كنخلصو الدولما، درنا ابليكاسيون تاع سي اش او اللي كيكون بلا ما كيستنى تشوف لاكيس، ما عندو لابليكاسيون كيدخل كيخلص. هادي ان شاء الله حتى هي قريبه تخرج. هادو هما الحوايج اللي جداد عندنا في سي اش او. بالنسبه للتطبيق نتاع الورش الاجتماعي نتاع سيدنا، حنايا حاول عندنا ان سيستيم د انفورماسيون لي انترفاسي مع لا سي ان اس اس. اون فوا كندخلو لا كارت ناسيونال ديال داك لو باسيون، الا كان دايز في الضمان الاجتماعي امتضامن، كيخرجوا لنا لي انفورماسيون ديالو كاملين، كندوزو سي ان اس اس في اي بي سي، سيتادير ما غاديش يخلص. لو باسيون اللي كان اكستراميديست تحول سي ان اس اس امتضامن، كيحتفظ بجميع لي زاكي بجميع داكشي اللي كان عنده هو راميديست، ما كتبدل حتى شي حاجه. التحدي الوحيد اللي حاليا لاقينو سي كو هادشي غادي بالتدريج، يعني كاينين يعني الخدمه غادي بالتدريج، ماشي كاملين اللي راميديست راهم رجعوا دابا سي ان اس اس امتضامن. هاد العرقله الحمد لله الوزاره الوصيه لقات لها حل، الناس اللي باقي عندهم الرامي ديالهم فالابل كندوزوهم بالرامي ديالهم اون اتوندون كو تقاد لا سيتوياسيون ديالهم فامو صدام. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.